كيف حالكم أصدقائي؟ أهلا وسهلا فيكم بكل محبين عالم العملات الرقمية. يسعد صباحكم ومساكم حسب التوقيت اللي انتوا عم تشوفوا هذا الفيديو. رح نحكي اليوم عن البيتكوين وآخر تطوراته وعن عملة شيبا وأخبار مهمة عن عملة شيبا. تابعوا الفيديو معي أصدقائي للأخير حتى تستفيدوا. أصدقائي، البيتكوين لمس منطقة 50,700، لكن للأسف ما قدر يثبت فوق هاي المنطقة، لكن تمت عملية التصحيح لمناطق 50,300. أصدقائي، إذا تم إقفال شمعة اليوم فوق منطقة 50,000 بإذن الله رح نختبر منطقة 51,500. يا شباب، التصحيح شيء طبيعي للبيتكوين حتى يستمر بارتفاعه. لازم يكون دخولك للسوق مدروس وخروجك مدروس. انتبه ما تاخد بالقمة ويهبط فيك السوق. لازم دايما تتذكر وتنتبه ان البيتكوين ملك العملات، له تأثير على جميع العملات. والحمد لله رجعت الإيجابية للسوق وانتعشت جميع العملات الرقمية وماركت كاب بالارتفاع. مع ارتفاع البيتكوين هاد فريق الشيبا عم يشتغل ونزلت اليوم على منصة جديدة للتداول. من مميزات هاي المنصة أن لا تأخذ عمولة على التعاملات بالعملات الرقمية بخلاف باقي المنصات. الخبر نزل من ساعات أصدقائي على الحساب الشخصي لشيبا على التويتر، ومن فترة قصيرة ذكرنا نزلت على منصة روبن هود. أصدقائي، فريق الشيبا شغال، عم يتم إضافته كل يوم على منصة جديدة. سعرها الحالي 0.507، وبتوقع بالقريب العاجل تلامس 0.585. أصدقائي، من أقوى العملات للمضاربة اليومية عملة الدوت، عملة AXS وعملة الماتيك. يا شباب، هذول العملات كتير بندخل فيهم بصفقات على قناتنا على التليجرام. حققنا أرباح هائلة وعملات قوية ومشروع قوي. صديقي، إذا كنت عمال بتخسر أو إذا كنت مبتدئ أو رأس مالك ضعيف، كل هالمشاكل هاي بتحللك إياها قناتنا عالم العملات الرقمية. أهلا وسهلا فيك، بتمنى تنضموا لنا على الرابط بأسفل الفيديو لتشوفوا نتائج صفقاتنا. وإلى اللقاء أصدقائي في فيديو آخر. لا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل لايك ليصلك كل جديد من قناتنا عالم العملات الرقمية. والسلام عليكم.